هذا البرنامج يقدم لكم برعاية ماجستيك. وتم الأمس تدشين القطار الواصل بين العاصمة والصحراء. راشد، دوك نلبسلو المهدي كيدخل تخرجوا معاك شويه. واه وقير، روح بعيد. ايه هدي معاك نورمال شويه، برك وجيبو. ما انا خرجينا. وين تروحوا؟ انا برك في الحومه ونجيو. استناو باش تخرجوا معاكم. نهضر معاك حكيم. بعث لي هذا قال لي تسيبوني في الحومه. اسمع، احنا الدكتور من هو باينه هذه. شت، ما فاقت ليش راشد. عمري شحال شباب، واسمك؟ الله يحفظك، واسمني رشيد. مانيش معاك، انا مع البيبي. مي ما على بالوش واسمني، مازالو صغير. واش رشيد؟ او جاب لنا مهدي، تقبع شويه شباب. صافا. الله الحمد لله. ورا مصطفى عيط له في التليفون قال لي عنده شغل هنا ويجي. خلاص ما نروحو نريحو في القهوه. هاي مغلوقه القهوه، نروح نريحو في البارك وخلاص. وين كيما حديقه الحيوانات اللي هرب منها سبع. عندها 5 سنين هذيك رشيد. هادوك ماشي وسيم وسامي، هما سيرحين يقراو مع صحابهم مساكن. بصح لابوراتوار صعيبة نسرقو منهم. لا صعيبة ما والو، شوف ندخل انا شغل ندير لي زاناليز وانت اسكيفي لهم وكنبيعو ماتريال ندو كيف كيف درام ان شاء الله. السلام عليكم العزيز، جبت خويا يدير لي زاناليز. جوج تسنى خويا دوك شويه كيعيطولك. ما كاش كيفاش ناكتيفي ولو. شوف وقيت غاشا اخويا، توا ما تموتليش ما تموتليش. يا دقيقه سنة فريده، روحي شوفي لنا هدايا. غير الخير، واش بيه؟ والله ما على بالي، يعني خايف تكون كورونا. علاش ما ديتوش للسبيطار؟ ديتو، هما قالوا لي دير لي زاناليز. خلاص روح معايا. عزيز نسقسيك، شحال هكذا باش يوجدوا لي زاناليز؟ كي تكون اون ايرجونس واحد 3-4 سوايع توجد ان شاء الله. بصح ماني نشوف حتى ماتريال هنايا ولا الماتريال حطوه هنا حطوه الفوق. صحه ماما، روحي تشوفي واش كاين. وخرجت الافعى من حديقه الحيوانات بمدينه السلفويه ولم يتم ايجادها بعد. اياه هذا البارك ديالنا، عيطي له باباك سقسيه بالك يكون تماك اونكا. وكيما كان الحال رحنا تلاقينا بالسيد. استنى دقيقه اسمح لي، واش نجيب معايا؟ كيفاش وين هادي؟ ها ها صح صح. عيطت لي بنتي قالت لي هرب حنش هنايا من البارك. ام بالها ميكي رشيد الا قالتها لك تما كاينه منها سبع وهرب منها. وين وين يهرب حناش خو؟ عن بالك لو كان يهرب حناش لو كان. الله اكبر، ريح كيمارك ما تفوجيش. قرصني الحناش. نموت خلاص. ما راحش تموت دوكا رشيد، هذا ما يقرصك الحناش. المهم 200,000 اللي راني نسالها لك بلا سماح دنيا واخره. لا لا ان شاء الله تريح حتى نردهم لك. الو السلام عليكم، الاخ عندي صاحبي قرصو حنش هنايا، رانا كيما البارك زولوجيك تاع السلفويه. انا عمه. الله يعطيك الخير خويا. ان شاء الله ما يطولوش برك، ان شاء الله يقولوها لي بفاصون شابه لو كان حنموت كيما هذاك البيلوت اللي انونسها لهم في الطياره كي كانت حطيح. السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالرحله تاع اليوم. عندي ليكم خبر بزاف شباب، اليوم حيهضروا علينا في التلفزيون. اي الو وي اسمعي، شتي الحنش اللي قلتولي عليه قبيله؟ قرصني. كيفاش هادي قرصك حناش؟ كنت مريح دي سيدي قرصني، واش حندير له انايا؟ وين راك دوكا؟ راني في السبيطار، راني نستنى في الطبيب دوك يجي. ومهدي ومعاك؟ خليته مع احمد ويستنى فيا برا. هيا خلاص مال دوك نشوفو كاش تاكسي ولا ونجيو. ان شاء الله. اسمعي، ما تنساش تجيبوا لي معاكم شيكولا. صح، حيجيبوا لي شيكولا وناكلها وحدي، واحد ما تصحلو. رشيد شحال عندهم لي قرصك الحناش؟ واحد نص ساعه هكداك. بيسك على بالك مازال ما لقيناش دواء ولازم نقاوه دركا، سينو سينو وشنو؟ سينو يهضروا عليك اليوم في التلفزيون. اوه هايله. هاي مغلوق الباب يا، لازم نسيبو نفاتح. شفت سيد مقبل خرج من النار رافد مفاتح. هاتشو روحوا له دوك شويه عيطولكم ما تقلقوا. هذاك هو ريقل، حيموت خويا حيموت. خلاص خلاص. واش كاين غير خير؟ خويا توا موت لي زاناليز، حيموت بصح حيموت. لا لا ما تقلقش روحك، ما يكون غير خير ان شاء الله. يعطيك الصحة. فوالا. واش ندوقع؟
وش ما ندوش روح تشوي لك شكارة نعمرو فيها. صحي فيق وانا لو كان خرجوها منه حالي فرغة ساه. اوه تخاف سامي؟ ما تخاف ما والو. شوف نعلمك حاجة تمينة سما ما على بالك شو شاك الدير وعندك الحق وشاك الدير. اروح دوكا تعاوني نعمرو هات شكارة. هاني حكمتكم البالكم جوزو هاني ريحة هنا ما نحتاجوا لابوليس. راشد صافا؟ اكي تشوفي قرصني حنش برك. وش قالوا لك؟ قال لي لازم يصيبوا الدواء ديالو سينو دايم الله. لا 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 يصيبوه ان شاء الله. حقا ياك جبتوا لي شي كولا؟ يا والله غير جينا مقلقين نسينا كامل. مدام عنيش دقيقة؟ نعم. على بالك باللي ما لقينالوش دواء والسم مشى في الكور ديالو مليح. راشد راشد تقيبست؟ لا لا بعيد الشر جينا ريحو معاك. انا فشلان توام وراهم. والله ما على بالي عيطي لهم سارة شوفي وراهم. هذا كاع على جالكم خو راه مشي قالوا على جالنا. الو وي انا غير هنايا علاش كيفاش وقتاش هادي؟ يا خلاص دوك نشوفو كيفاش. وصرا بابا قرصحناش في سبيطار دوكا. قول والله وكيفاش دوكا؟ والله ما لا بالي خو ان شاء الله حاجه ماشي قرف. هم ليك شاف دخلوا باش يسرقوا. واش زوج القرمود عاك تبكي دوكا او يبكي على بابا في سبيطار في الموت؟ علاش وش به بابا؟ قرصو حنش وما صابوش دوا ديالو. باباكم في سبيطار وانتم ديروا في الشر. باباك اللي قرصو حنش لهرب من البارك تعرفوا؟ ما نعرفوش بس عيطوا لنا قالوا لنا واحد قدام البارك قرصو حنش. اسمعوا قالوا لنا ما صابوش دوا للسيد. كايناتكم كاش دوا ولا نسلكوه؟ بابا في الموت وانت تبعتنا الطفله باش نجيبوك النيميرو ديالها. استنى تشوف كنت ما تصوت انا قول ما دخلنيش في حياتك. كيما بلعتوني روحوا بلعطوها عندي شحال وانا حاب نهضر معاه وهشمت هضر معاه في بلاصتي. يا شاف وانت ما تقول والو. هذه هي الحب يصنع المعجزات. مس الخير بغيت نسقسيك. مساء النور انعم. ان شاء الله تخدموا. انعم ايه نخدموا ان شاء الله. يا خلاص بس كنت وسواس هذاك السيد قال لي تخدموا ما درت فيه الامان ما عجبنيش. شكون؟ وي انا ديجا نيفيتي يحب يهضر بزاف. عندك الحق يا فيتي خير مني يكسروا الكراسي. يلا يعاونك. واش واش قلت لك؟ راهي اوكي بيدوكا قالت لك كي تكونوا خارجين استناها لتحت ترمي لك ورقه مكتوب فيها النمير. العزيز الولد هذا. يا صح روحوا انا نقليكم في الدوام بصح متحلبوا حتى واحد دو. ما تخافش ما تخافش. رشيد رشيد دكتور دكتور واش كاين؟ ما راهوش قادر يسبيري. خرجوا خرجوا. الو وي اسمع انا جايين انا جايب له الدواء. قولوا لي مالا ما راهوش مليح كاع. هاوليك هاو هنا يا عمو استنى هاك دير له تشكا. لا ما نقدروش نديروا له تشكا هكذاك برك. خلاص هو حيموت ديرها له خلاص. حبيت باصينا انت يا باي مدام. حبيت نقول لك باللي او ناض او فطن قلبه ويخبط مليح بلي راجلك سلك. فالخير انا يا انا اللي خبرتك له. الحمد لله يا ربي الحمد لله. المهم هكذا باش ما تزيديش كامل تمدي لي مهدي نخرجو. يكذب عليك ما كاش كيما نعمت الصحه سي نورمال ربي يبقى علينا ستر. امين. اسمعوا حقا الدواء هذاك ما فيه حتى في سكوندارياك. قال لنا السيد بلي ما فيه والو. الحمد لله هكذا باش نرقد هاني. يا درا واش يكون داير فيها دوكا تاع لابوراتوار يا درا. يا دي واش غيدير مازال